وللمزيد حول الحراك الشعبي في المدن العراقية المنتفضة والناصرية خاصة ومحاولات قمعها باغتيال الناشطين، ينضم إلينا عباس فاضل الناشط في التظاهرات عبر الهاتف من بغداد. حياك الله أستاذ عباس. تحياتي لكم أستاذ العزيز والقناة الرافدين، وربي إن شاء الله أكون قناتكم قناة، وهي أكيد القناة المواكبة للحدث، حدث ثورة تشرين من البداية. حياك الله. ومشكورين على تواصلكم معنا ومع ثورة تشرين. حياك الله أستاذ عباس. المدن العراقية المنتفضة شهدت يوم أمس حراكا شعبيا كبيرا يعيد للثورة زخمها، ما الدواعي التي أعادت المتظاهرين للشارع بهذا الزخم الكبير؟ أستاذ العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين، ومن ضمنهم شهداء الناصرية الأبطال، اللهم شافي جرحاهم يا رب. بالبداية أستاذ العزيز، الأحزاب الموالية لإيران، الميليشيات الواقعة الموجودة داخل العراق، رادوا بشتى الوسائل رادوا ينهون ثورة تشرين. يمكن هم استطاعوا أن يرفعون الخيم، خلونا نرفع الخيم من ساحة التحرير بالذات، يعني من ساحة باقية، ولكن الخيم احنا ما طالعين من أجل الخيم، ولا مطالعين من أجل، إنما هي يعني احنا ثورتنا ما تحتاج خيم، احنا باقين ومستمرين، وكل ظنهم أنه ثورة تشرين انتهت، ولكن أحب أبشرهم أنه ثوار تشرين متواجدين بكل لحظة وبكل يوم، وده نعمل وإن شاء الله نعيد الثورة إلى أنجازها السابقة. فأستاذ العزيز، طبعا تآمروا على ثورة تشرين مصطفى الكاظمي وميليشيات مقتدى الصدر والميليشيات الأحزاب الباقية، تآمروا على ثورة تشرين. ولا أسألك بقى يعني بربك، يعني اليوم أنا إذا أضرب واحد بحجارة، خلينا نقول بحجارة أضربه، يقيم علي دعوة يسجني أو يغرمني، زين؟ طيب كيف هذا البشر اللي دا يموت ودا ينقتل يوميا من قبل الميليشيات الوقحة؟ ليش ما دا يتحاسبون؟ يعني ليش رئيس الوزراء ما يقدر يحاسبهم ويعرفهم كل زين؟ طيب، هنالك تظاهرات في الناصرية ترفض الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الصدر ضد المتظاهرين، هل استطاع الصدر وميليشياته تحقيق الهدف من مجزرة الناصرية التي ارتكبوها الأسبوع الماضي؟ ما راح يحققون كل هدف أستاذ العزيز، لأنه ثوار تشرين وبالذات ثوار الناصرية، لأنه الناصرية صدقني الناصرية داخل الرعب، يعني داخل الرعب بقلوب السياسيين، مرعوبين من ثوار الناصرية بالذات، يعني صح ثوار تشرين الباقي المحافظات المنتفضة كلهم لا غبار عليهم، ولكن ثوار الناصرية بالذات يعني الحكومة والأحزاب المدعومة من إيران والمدعومة من الحكومة أيضا مرعوبين من ثوار الناصرية، لأن يعرفون ثوار الناصرية شنو هم وشنو من بطولات عندهم، وما راح يحققون كل إنجاز. إن شاء الله ثورة تشرين باقية، ورغم عن ألوف الأحزاب الموالية إيران وإيران نفسها أمينة. طيب، يعني كيف تقرأ خروج باقي المحافظات المنتفضة نصرة للثورة بشكل عام وللناصرية وشهدائها بشكل خاص؟ أستاذ العزيز، احنا المحافظات المنتفضة كاملها ثوار تشرين، كل المحافظات اللي مشاركة بالثورة، احنا خلي يسمعون كل زين الاحزاب ويسمعون الحكومه، احنا قلب واحد. لما اذا تاذت الناصريه تتاذى بغداد وكربلاء والنجف والسماوه وكل المحافظات تتاذى، فمن يصير حدث بالناصريه اكيد ندعمهم حتى ولو معنويا، يعني احنا ظاهرنا في ساحه التحرير طلعنا دعم، والمحافظات الباقيه طلعت دعم الثوار الناصريه عفوا، فاحنا باقين وندعم ثوار الناصريه والشهداء اللي اسقطوا، وصدقني كل شهيد يسقط من ثوره تشرين يجي بمكانه، الف واحد يجي بمكانه، ومن خلالكم من خلال قناتكم الكريمه احب اوجه رساله للشعب، صدقني الشعب احنا متوحدين، ثوار تشرين متوحدين، ولكن اطلب من الشعب خليه يرجع لعقله، وخليه يشوف انه الأحزاب الموالية اللي تسوي بالعراق ودمرت العراق دمر كامل، والموالين الذيول الأحزاب، أنا عتبي على ذيول الأحزاب
انت شنو اللي شفته منهم؟ يعني صار لك 17 سنه انت قاعد مع احترامي للي قاعدين بالتجاوز، يعني انت قاعد ببيت تجاوز حشد سامع، حشد سامع، يعني الحيوان ما يكون بهذا البيت. شنو اللي نعطاك اياه المعمم؟ شنو اللي نعطاك اياه رئيس الكتله او رئيس الحزب مالك؟ شنو اللي نعطاك اياه؟ زين انت على اي اساس تتبعه؟ شنو اللي حصلته؟ قاعد بايجار وقاعد ببيت تجاوز وحالتك الماديه حاله كثيفه مثل ما نقول. زين وهو المعمم او السياسي يملكون مليارات وسفر وعقارات، وصدقني هم بيناتهم حتى المختلفين اذا كانوا كتل سنيه او كتل شيعيه، اذا كان مختلف قدام الاعلام ولكن هو من جوه لجوه هم بيناتهم علاقاتهم وسفرهم واملاكهم كلها موجوده، ولكن مستغلين وراح احكيها بالعربي الفصيح، مستغلين الشيعه بالذات، مستغلين حب اهل البيت لهم زين ومقشمريهم وضاحكين عليهم باسم اهل البيت، وحققوا مبتغاهم. صار 17 سنه يبوقون ويقتلون ويسلبون البيت الشيعي. اي بيت شيعي هذا؟ بيت مع احترامي للمذهب الشيعي، يعني ما لي شغله بالمذهب الشيعي ولكن مثل ما يقولون البيت الشيعي، اي بيت هذا؟ بيت للدعاره والسلب والقتل والنهب، هذا البيت الشيعي الموجود هم يريدون يرمموه مره ثانيه. شيرم ويبقى البيت العراقي بيت ثورة تشرين. البيت العراقي هو بيت ثورة تشرين، وإن شاء الله نحقق مستغانا رغما عن ألوف الكل. نجاة أربعة ناشطين في التظاهرات من محاولات فاشلة لاغتيالهم، كيف تقرأ هذه الظاهرة؟ هل هي سياسة الاغتيالات يمكن أن تحقق ما لم يحققه قمع التظاهرات؟ أستاذ العزيز، هم من بداية ثورة تشرين شتى الوسائل، كل الوسائل استخدموها، دخلوا شغلات محل والساحة واتهموا بها المتظاهرين، والمتظاهرين براء من هاي الشغلات اللي سووها. صدقني استغلوا وين ماكو ضعيف الحال، وين ماكو حشاك انت بنات، خلينا نسميهم بنات الليل، بنات الهوى اللي دخلوهم للساحة واتهموا بها انه ذول المتظاهرين، راوهم للعلم على اساس انه ذول المتظاهرين. فبشتى الوسائل، اخير شيء الوسائل اللي استخدموها شافوا كل هاي ما نجحت، استخدموا وسائل الترهيب والقمع الممنهج. الترهيب والقمع الممنهج استخدموا للثوار، استخدموا الاغتيالات، استخدموا القتل، استخدموا الخطف، كل هذا وشافوه ما ينجح ويا المتظاهرين، لان المتظاهرين قاسمين قسم انه بدم الشهداء، واحنا هذه الشهداء امام اعيننا، امام انظارنا، يعني ما نقدر ننهي الثورة ونقول هذا وانتهت الثورة ونرجع وإحنا مقدمين الشهداء 700 إلى 800 شهيد و20 ألف جريح و5000 معوّر. يعني لولا هل ممكن أن نعوفهم كلهم ونرجع؟ فلا والله ما نرجع وباقين، وإن شاء الله ثورتنا تحقق مبتغاها. فمن ضمنها اللي تقول عليه أستاذ العزيز أنه الاغتيالات تبدأ تصير، لأنه إذا يعرفون أكو شخصيات معروفة من خلال ثوار تشرين، شخصيات دا يريدون يقضون عليها، ولكن صدق اذا اغتالوا واحد واثنين وثلاثه واربعه فالكل موجودين ويرجعون ويزيدون ويزيدون ان شاء الله. وان شاء الله الشعب راح يجي يوم من الايام الشعب يرجع ويرد نطلع كما طلعنا ب 1/10/2019، راح نرد نطلع لهم من جديد وما نتركهم، لانه الناس قتلوا العراقيين، دمروا العراق والعراقيين، فان شاء الله ما نتركهم، ومهما يفعلوا من قتل ممنهج، من ترهيب، من قمع، هذا ما يثنينا عن عزيمتنا، وان شاء الله باقين احنا. نعم، الناشط في التظاهرات كنت عباس فاضل، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه العراقيه بغداد، شكرا جزيلا لك.